سوق حاسي بحبح من بين أكبر أسواق الجلفة شهدت دافعا كبيرا للباعة وللمواطنين من أجل اقتناء أضحية العيد. سوق اليوم ناقص للأسواق اللي فاتت، سو ما طاح، هذه طاح 500، هذه طاح المليون وهبط. راه خيرات اليوم الناس كل بربي ان شاء الله تعيد. وداع تعيد ان شاء الله. ولا السوق مليح بربي ان شاء الله الناس كل تعيد، راهو في متناول الجميع اليوم، الاسعار راهي اليوم راهي مليحه. معقوله. راهي معقوله على السواق اللي فات ان شاء الله. بربي ان شاء الله الزوالي تعيد، الناس كل تعيد. من خلال الجوله التي قمنا بها حول اسعار الاضاحي، هناك من يؤكد استقرار الاسعار وهناك من يراها مرتفعه. او غالي غالي. غالي بزاف. أو غالي جملين ثلاثة زيادة كبس 10 ملايين زوالي ما يعيتش، والله ما يعيت. هاولي أطولوا سبعة 6 ملايين وهذا 6 ملايين، هاولي والله 6 ملايين أو غالي. أو صاحبي سليم ما شراش، ها والله ما شرا، إيه غالي الشيء. السوق راه داير ياسر كاع، راه ناقص حالة كاع، راه ناقص مليون في الراس اليوم، فهمتني؟ راه ناقص ياسر كاع. الصورة بها نبقى ب 450 والموت والحالة السوق هذا النهار راه طايح مليون ومليون وزيادة طايح في الكبش. ايه راه ناقص السوق، الناس راقبة منها العلف، راه العلف قالي وانت عام وهو يوكل فيها علوش وش يلقى روحه. تشهد أسواق الجلفة هذه الأيام إقبالا كبيرا للمواطنين خصوصا من خارج الولاية، لكون الجلفة معروفة بأجود أنواع الكباش.